عشان كذا انا ما ودي اطول، بنعلن عن 700 ولا 400 بس لا تفرحون يعني واجد، لان في اخبار غريبه اليوم. اليوم صدمه للجمهور حقيقه. اللي فاز بال 700 شو اسمه ولا ال 400؟ 400 ال 400 اعطناه معاذ على الخشم يا ابو باهي حبيبي والله. اللي فاز بال 400 سعود فهد لما قلبه. شيء شيء تبي تقول الجمهور على ال 400؟ والله العظيم منهم اطلق ناس. شوف هم ما قصروا يا ابو فهد، بس دقيقه ابغى اقول شيء انا. شوف ابو فهد هم ما قصروا معك، بس ال 400 يعني ترى حلوه هي عرفت، بس باقي ما زلت في البرايم. رصيدك ما تعدى الله يرحم والديك. دق بيوس حبيبي سم، وقفتهم هذه يعتبرون انهم دخلوا القريه وعطونا المركز الاول. صاد زين، انا اشهد اني كذب. صاد زين خشمك يا لب قلبك. والله العظيم والله العظيم ان ال 400 على راسي، والله العظيم انكم عطيتهم المركز الاول. بيض الله وجهك. اللي فاز بال 700 وانا ابي اطول عليكم، اللي فاز دقيقة بس. لا لا خلني اسمح الرجل عجل صراحة خلني أبارك لك. شباب صور صور عمجد كان جيت معك يا حيمو. أقول روقنا بس أركض في ديتك لبك قلبك. طيب 90% شباب أبو محمد عندك في الأموال لا هل والله أقوى شغال يا حبيبي. اللي فاز بالدرع الجماهيري عفوا بال 700 اخي كني شارب لبن من في مدته. اللي فاز بال 700 كلا راجع عبد الرحمن الخضيري. سلم عليه سلم سلم عليه. والله يا الحين سلم عليه سلم سلم عليه. ارجع 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 انا ازداك سلم عليه. تعال بس اوريك يا مرحبا لي حركه مين على الهواء. لا الحين خربت خلاص. الله يسلمك سلم عليك الكم بعد راسي والله. خلاص خلاص استاهل يا استاهل يا بداحم. شويه يا شباب حبيبي يا مخرج قناه زدرسيني زماوت زماوت عبد الله مخرجنا عبود من مصر يا نجم الفيسبوك يا عبد الله يا عمري اسمع صوتك يا عبد الله. عبد الله محمد يا عبد الله هلا والله يا عبد الله. شوف انا خليتك تفرح ولا حبيت اركد عليك يا ابو خضيري عادي. واقعد يا ربع كبسه يا شوف انا ما حبيت ازعلك. خذيت 700 صح ولا لا؟ الحمد لله يا رب. اللي اعطوك 700 وش تقول لهم على شاشه البدايه؟ بيض الله وجيكم الله يسعدكم. شكرا جزيلا 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 جميلا جميلا بعد قلبي والله. طيب عبرت عن شعورك؟ اي الحمد لله. فرحت مع اخوياك؟ جدا. بس المشكله يا اعطوني هات حزينه اعطوني هات حزينه يا شباب. المشكله بعد هذه عبد الرحمن ال 700 للاسف في النومنيه الاخير ما انقذتك. الحمد لله. وانت ما زلت برايم. الحمد لله. وانا والله احس دمعتي اليوم بتنزل كثير. والله لكن لو اطلع من القريه اللي توجون اعطون الدرع اعطون 400 اعطون 700 بيض الله وجيههم. امشي الحين عادي مشيت. لا 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 صح جاك 700 بس معليش يا عبد الرحمن اعطني حق. حق ود. سعود فهد انا تعال. هذه مرة اسحب علي اوكي؟ انا ابيك ابيك عطني حق حق اسحب علي يا وجه الفيش ما اقدر على رقاك ولا ولا انت معلش. اللي فاز والله العظيم انه والله لا لا هنا تكين سوا. على ذكر يا شباب من اللي خلى 700 الخضيري لكن رجع نمونيه. طيب وسعود فهد خذ 400 وللاسف رجع نمونيه اوف لان رصيده ما غطى نتائج اخونا ابو فهد وابو خضيري وكان هذا مصيرهم. اقول لهم العذر السموحه الغالي لبيه رزق من الله والله رزق من الله تتويج هذا اللي اللي كاتبه ربك بيصير والدرع والله العظيم. طب اعلمكم شيء الدرع الجماهيري بياخذه واحد منكم
والله انتم يا الست يعني انا عبد الرحمن برا الموضوع. انتم يا الست بيجي واحد منكم درع جماهيري يلا معاك وبناخذ واحد هنا قاعد يزحف قبل شوي حبيبي اجيك عارف نفسه اجيك كل شوي لا خليك شوي حبيبي اللي خذ الدرع الجماهيري هو معاذ الجماز هو هذا لك معاذ الجماز شباب شباب جماز سلموا عليه سلموا على شباب الله هذاك شلون قلبي لا لا والله ما فهمت دع عنك يا حبيبي كيف كذا ما درك حبيبي هلا هلا بنص الدرع الثاني هلا حبيبي الدرع هلا ابو جمال ابو جمال حبيبي قوي الشيخ بدر حبيبي بركة بركة مبروك يا زين ايش عندك والله ما تجيب العز هذا كرش اقول هذا شماغ ولا ستاربكس يلا اقعد 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 شباب يلا باقي ولا شوي لا لا انت تبيها اهانه انت تبيها زحف تبيها بربسة عطم عطم حمد زين الكاميرا 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 بريك خلاص ارجع 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 جميلي انت الخليفه الوحش لا تعال تعال والله تبي قطفك دعني ودك انت الكينج يا استراحه دقك يا سلام تعال يا تعال تعال صور تعال صور يا مبروك يلا شباب شباب ارجع 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 معاذ ارجع مبروك معاذ الجماز رب قلبك استر على ابو جماز على فكره يا شباب حق بيتك ابو جماز خذ الدرع الجماهيري صح ولا لا اشغلت انت يا ابو حامد تكفى الله يرحم والديك ترى والله لا ازعل وروح ترى انا اقدح من راسي ترى انا شباب ابو جماز خذ الدرع الجماهيري وصالح حصاله في هالنمونيه الاخير عارفين انه ذا النمونيه ايش الاخير حبايبك اللي اعطوك الدرع حاب تقولهم شيء قول بيض الله وجهكم بس تراك انت سامد بالاحيان عطنا شيء اللي ابي فرحه لان فرحتك صايره ثقيله شوي اصبر يا قلبي يلا سم سم اقول وش تنتظر سجل دخول يا ولد بيض الله وجهكم جم الله حالكم العطر ذا اللي حاطه ايش اسمه بعطيك منه يلا جوتشي لا جودي هذا اعطوني الدرع وحملوني مسؤوليه كبيره وهذا وانا ما نخيتهم شلون لو نخيتهم بيض الله وجيبكم جم الله حالك شكرا عطني اسم ذي ترى عشان تكونون علي تسوي زي كذا يعني طيب شباب الحين يا ابو فهد ارجع ارجع لب قلبك على البركه يا ابو جمال ماذا جاء مقبلا عساك ما اقول يا جماعه ابو جمال شباب الحين صار عندنا 5 برايم صح ولا لا حبيبي باقي واحد بيكون مكان الجماز يا رب مو بزاف يا رب استاهل هو يناظرني الحين هو يناظرني بس انا ناظره يا ليت ناظر شباب معادي معادي يعني قل قل ابو حارثي برجع لك شباب شو بسوي قل قل شايف عشان هدوء 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 تكون هدوء بس انا بتكي معكم نص ساعه شوي انا بتمشى بينكم ماخذ دبابي بشوف ذا اللي مسوي مخيم ما ادري عن امه تي اوريك فيها عندك حمار هذاك هو زاحف الحين ترى ايه مسوي الزوامه على السياره يا بربدنقه اجيب لك حين محار ولا ما هلا بالعيال عادل عادل زوم يا مخرج كاميرا وينها يا زوم زوم زكي الله يرحم والديك صور 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 شارك دقيقة دقيقة شاب شاب تبي اسلم عليك ولا تبي اصور معك سناب شات ولا ايش وضعك انت؟ بردان انت؟ لا والله خايف من البرايم يا ابوي خايف من ايش؟ البرايم البرايم؟ ايوه قل 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 برايم 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 وانا برايم صح؟ حبيبي قل برايم برايم اجل خليك شوي بجيك ها؟ فهد شوفوا 400 اللي بيكون مكان ابو جماز لب قلبه لا مكانته في قلبي يعلم الله بس انا قلت لاحد يعني استخف دمه لان اللي استخف دمه باخذ رقم جواله لان احتاجه ينكت علي في الليل وكذا عرفت شلون؟
ضحك انت اطلع اجل زياد شهري راح مكان يا قلبي والله جمال راح انا قايل لك الحركات ذي معلش جمال قلت لك كابتن تعال زياد قلبي والله زياد تعال استلع بجيك تك يا عيال تك شوي تك شاد ابو حامد خلاص اقعدوا هذا النومينيه خلاص يا عيال تحسدونا حتى على النومينيه يمين بالله ابو حامد عيوني جمال اقعد تكفى تتمخص انت ولا شيء اقعد يا شباب طالع كاميرا يا والله قاعد اشوفهم والله شلون ها شايفهم ها استغفر الله ركزوا شوي من القريب على الشاشه من البعيد كيف من قريب من بعيد ما من القريب على الشاشه حلو ومن اللي بعد على الشاشه بعد ما قلت اسمك والله حسال اللي وخر على الشاشه واللي يحبون زد رصيدك كلهم لان جمهورنا واحد انا واخوياي الباقيين عادي لكن بيد الله سبحانه كل شيء اللهم لك الحمد لا والله لا والله ما توصل ابو معيدي ما توصل اول مره اشوف زاحم زي فرزاتشي حبيبي والله مالك فيها قايل لك لكن تعي ما تنفر هذا كله حزن كان بي عن وجهك كان بي عن وجهك مغبون ما بقلط ضيوف المرات الجايه ما بصب لهم قهوه 20 ريال